اسامه، النهارده مباراه الاهلي وطلع الجيش ختام مباراه النادي الاهلي لهذا الموسم الطويل قوي، اللي يعني كان موسم استثنائي ويمكن اطول موسم على مدار الدوري العام المصري منذ نشاته سنه 48. شايف النهارده رؤيه الجهاز الفني للمباراه ديت ازاي؟ بدايه عايز يكسب، دي طبيعه أداء النادي الأهلي وطبيعة الاستراتيجية بتاعته، أنه في أي مباراة بيلعبها في أي وضع الهدف الأولاني هو المكسب. أكيد هو بيفكر في كده، ولكن عنده أهداف أخرى محطوطة بالنسبة له. أنا أعتقد لو كانت المباراة النهائية يوم 6 ما كانش هيغير في التشكيل بهذا العدد من اللاعبين، كان هيدي لبعض الناس، لكن ما كانش هيغير. النهارده حوالي 8 لاعبين تقريبا. هنتكلم في التشكيل. لا انا بتكلم على انه انا بقول لك على الهدف. أيوة. لو كان المباراه الاسبوع الجاي اللي هي النهائي ما كانش هيدي للعدد ده كله من اللاعبين. كويس. ولكن تاجيل المباراه ليوم 27 اداله فرصه انه يشوف عدد كبير ويريح واحد زي معلول المصاب، في ناس عندها انذارات، ده طبعا غصب عنه، ريح ناس زي قفشه ومروان محسن وياسر ابراهيم ومحمد هاني، ادى عدد كبير من اللعيبه اللي كانت بتشارك في اجزاء من المباريات تبقى رؤيه ليه اكتر، بيشوفهم في مباراه رسميه، وناشئين زي عربي بدر ومحمد فخري برضه بيدخلهم في المباراه يعني. فهو المكسب رقم واحد، بيدي فرصه لناس يشوفها رقم اثنين. الحاجه الثالثه انه اعتقد برضو علي لطفي النهارده مديله فرصه يعني مكان الشناوي، برضو بيشوف. انت تقريبا قلت التشكيل. لا طب ما كابتن شريف قال انا مش حاجه، انا قلت والله اعلم. لا لا فاروق قال هنرجع للتشكيل برضه. لا انا اقصد انه مريح عدد كبير لظروف ان المباراه فيها وقت. هو طبيعي يا اسامه، طبيعي ده لو هيعمله النهارده اكيد.